لا علاقة بارتباك ديال البيت ديال الخنيفرة بالجو دو بي اللي كنديرو. فبالعكس حنايا يعني كما قلت سبقت لي قلت ان فريق الرجاء البيضاوي ما عندوش ديك اللاعبين سيرتو اللي كيلعبوا في الهجوم ما عندوش ديك اللاعبين دي كرون تاي. فبالعكس حنا كيتصعب علينا اننا كل مره نديجاجيو لا بال دونك في الديوال ما غادي ناخذوا حتى كره. هادو هذا التكتيك وهادو يعني من كما بغيت نقول لكم من التعليمات مع هذا المدرب. المدرب هو اللي كيفرض علينا اسلوب اللاعب هو اللي كيحاول كيخدم الطريقه ديال الرجاء البيضاوي المعروف بها وهي الكره الحديثه. فحنايا كنحاولوا نبنيو الهجوم ديالنا يعني من الحارس للمرمى. فالحمد لله هذا الشيء من بعد كل مقابله كنمشيو تدريجيا بتحسن. كنتمنى من الله باش نبقاو ديما بهذا المسار ونزيدوا نطوروا من المستوى ديالنا ان شاء الله. شي اخر تدخل او اخر سؤال؟ سنيتي المباراه ديالكم مباراه ما غاديش تكون سهله بحكم انه يعني فرق المغرب التطواني فهو رجع ديك الثقه ديالو حتى هو يعني كما شتي دابا في الكلاسمون حتى هو عنده واحد المرتبه اللي جيده. حنايا من بعد جوج تعادلات فما كيسمحش لينا اننا نزيدو نتعادلو سيرتو الا بغينا نبقاو في لاكورس ديال الشامبيونه. المباراه ما غاديش تكون سهله بحكم الطرفين كيلعبوا كره القدم كره حديثه. كنتمنى من الله يعني باش حنايا نكونوا في الموعد ديالنا ونظهروا بواحد المستوى مشرف اللي يشرف جمهور الرجاء. هو الاحساس ديال الاخوان كان هذا اخر تدخل. كنشكركم.